ولنقاش ملف تطورات الأزمة السياسية في تونس ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الصحفي والناشط السياسي زياد بومخلة. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا. إلى أين تتجه الأوضاع في تونس بعد شهر ونصف من الإجراءات الاستثنائية التي أقرها قيس سعيد؟ الحقيقة تزداد الأزمة عمقا وتزداد تآكل الثقة بين الطبقة السياسية تزايدا. هناك حالة من الشلل التي تعيشها البلاد في ظل تأخر إعلان الرئيس قيس سعيد عن خريطة الطريق المزمع إعلانها. هناك حالة من الشلل في مستويات مختلفة، يعني على مستوى مؤسسات الدولة نتحدث عن إدارة تونسية في حالة تقريبا يعني استقالة تامة، خاصة بعد السيطرة على مقر رئاسة الحكومة واستمرار السيطرة عليه. هناك كذلك أزمة اقتصادية واجتماعية متزايدة بعد أن صار هناك حديث عن عدم قدرة الدولة ممكن في وقت قريب عن سداد أجور الموظفين، وبالتالي هناك أزمة كذلك على المستوى الإقليمي والدولي. هناك تدخلات ماراثونية في تونس خلال الأيام القليلة الماضية تؤثر بشكل كبير جدا على صورة الدولة التونسية وعلى استقرار القرار الوطني التونسي. فنحن نتحدث الحقيقة عن أزمة هي الأكبر في تاريخ البلاد الحديث، وقد تدفع الأمور إلى خيارات صعبة وصعبة جدا في المرحلة القادمة. انطلاقا من تأكيد قيس سعيد بأن ما قام به ليس انقلابا وإنما تصحيح للمسار بحسب تعبيره بعد أن كادت تونس أن تدخل في منعطف الإفلاس، كيف تبدو المؤشرات الاقتصادية ومعدلات البطالة بعد هذه الإجراءات؟ طبعا الحقيقة حتى نكون موضوعيين، لا يمكن لقيس سعيد ولا لغيره مهما كانت القدرات التي يمتلكها أن يعالج وضع البلاد المتهالك خلال شهر ونصف، ولكن المؤشرات في المقابل عن سلوك قيس سعيد تدلل أنه لا يملك أي مشروع لإصلاح الخلل الذي يعني الأخلال العميقة التي يمر بها الاقتصاد التونسي، وبالتالي نحن نتحدث عن تراجع كبير يعني على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهناك واضح أن هناك ثغرة كبيرة في هذا الجانب. ويبدو أنه محيط قيس سعيد لا يقدر إلى حد الآن على تلبية الحد الأدنى من حاجيات البلاد، وهناك مؤشرات كثيرة خطيرة، يعني يمكن أن تتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قريبا باعتبار أنها طالت أمد هذه المفاوضات، وبالتالي هذا سيفتح البلاد على المجهول. هناك كما قلت منذ قليل حالة من الفزع على مستوى البنك المركزي وإمكانية أنه لا يوجد رواتب وأجور للموظفين خلال الشهر القادم. هناك كذلك تراجع في عملة البلاد من يعني العملة الصعبة، وبالتالي نحن نتحدث عن مؤشرات حقيقة في تراجع على مستويات مختلفة في ظل ضربية، وهناك حالة من الشعبوية في التعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي. الرئيس يكتفي إلى حد الآن ببعض المداهمات التي تشبه عمل يعني الأمني، عمل النقابات، لا يمارس دوره كرئيس الجمهورية، لا يقدم أي تصور لمعالجة إشكاليات البلاد غير بعض الخطب الجوفاء التي يعني تحاول أن تستهلك جملة من الشعارات مثل محاربة الفساد ومعالجة الوضع الاقتصادي وأن تونس تمتلك ثروات وأن هذه الثروات منهوبة. بالنهاية الرئيس لا يقدم شيئا والبلاد تتأخر. طالبت الدول السبع الرئيس التونسي بسرعة تشكيل الحكومة التي وعد بها منذ منتصف الشهر الماضي، ما أسباب ودواعي تأخر تشكيل الحكومة حتى الآن؟ دواعيها كثيرة. أولا قيس سعيد يريد أن يشكل الحكومة بالمقلوب، بمعنى أنه يعين كل وزراء هذه الحكومة بصفة المسيرين بتسيير الوزارات حتى لا يضطر إلى عرضها على البرلمان، ثم بعد ذلك سيضع عليها رئيسا للحكومة أو وزيرا أولا مثل ما يريد، يعني متحكما في هذا. واحد اثنين، واضح أن هناك اشتراطات ليكون رئيس الحكومة رجلا اقتصاديا ورجلا يملك وجهة نظر قوية في هذا الجانب. قيس سعيد لا يريد هذا النوع من الشخصيات، وإنما يريد شخصية متحكما فيها، وبالتالي كل هذه الأشياء تؤخر هذا الأمر، فضلا أن قيس سعيد يريد في تقديري أن يوصل البلاد إلى مستوى أنه يعلن تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان
الآن حتى يفتح الطريق لنفسه لمدة طويلة من الحكم الفردي يؤثث فيها المشهد كما يريد في المرحلة القادمة. كيف يمكن تقييم موقف ودور الطرف المقابل الرافض لهذه الإجراءات التي أقرها قيس سعيد، وإلى أي مدى ساهم دورهم في تأزيم الوضع؟ لا شك أن الطبقة السياسية والجهات المعارضة لقيس سعيد هي المتسبب الأساسي الحقيقة فيما وصلت إليه البلاد، ما قبل 25 يوليو وما بعده، وحتى ما بعد سلوك هذه الطبقة السياسية بات ظهر ضعيفا باهتا غير قادر على صناعة التوازن مع قيس سعيد، رغم ضعفه ورغم عدم وجود مشروع لديه. هناك حالة من الشلل، هناك حالة من البهتة، لا تقدم هذه الأحزاب أي مشاريع بديلة وأي مقترحات للخروج من الأزمة، وبالتالي هي كذلك 25 يوليو أثر عليه داخليا بشكل كبير. الأحزاب الكبرى التي شكلت المشهد ما قبل 25 يوليو تعيش أزمات داخلية حادة، بمقتضاه هناك تحميل للمسؤوليات بين مجموعة من التيارات داخلها، وهي بالتالي أحد ضحايا الأزمة الأخيرة وبما فيها إجراءات 25 يوليو، وبالتالي نحن نتحدث عن حالة شلل حقيقية، وأنه هذا المخيف اليوم في الحالة التونسية، أنه حتى في حالة فشل مشروع الانقلاب لا يوجد بدائل حقيقية سياسية جاهزة على الأرض قادرة على أن تمنع الفراغ في حالة وجوده. شكرا جزيلا لكم صحفي والناشط السياسي زياد بومخلة، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.